بعض الناس هدانا الله إياه يضع على البيوت، على السيارات، على الأولاد أشياء منها. قالك إنسان تينن هنا تشتا دايدنا سر عربي خدا مثلا بيجم تينن هنا موريا دايدنن هنا نفشتا دايدنن سبك أوناج نظر بينا خواهي كرني رأس ثور، رأس أسد، حوت مثلا تينن هناك تينن سري مريشكا سري شيرا دايدنا سر عربي خدا عين تين أو جعبكي أك هنا نعل قديمة أكي صولي كام بعض إطارات السيارات حافر الفرس الحديد تينين مثلا أو بني نجي هاس بابا تشتكي قريدن هاس ناكي ويا خوفا مرا خوفا داردات بعض الأشجار بعض الأشياء من البحر هنا تشتي إج بعري هنا دارك مارك خرق قماش مثلا هنا أك نوفيتشيا بارتشا يكتب بعض الكتابات مثلا الحسود لا يسود العين هنا تشت مشتا دنيسة سروا دعمو خو إش قافي خو دنيسة سوا إش نزري لماذا تضع هذه الأشياء؟ سوا شتو وان تشتا دكي؟ قال لي دفع العين سوا شتو دكي أوش دجا سوا نزر نايم دا نقول هذه الأشياء ليست بأسباب هذا الشرك أصغر أفا تشتانا نونا سبب بيادا أفنا شركة كتوشكا وإذا تعتقد أن هي التي تدفع الجن وتدفع العين هذا شركة أكبر هركي تو إنا بكي أفا تأجوان تشتا خايدك أفا تفا شركة دها مازن دا من يحفظنا؟ كما خايدك الله سبحانه وتعالى رب العالمين ما خايدك النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد لديه بيت لديه دواب لم يضع شيئا من هذه الأشياء بيخمبري ما عليه الصلاة والسلام زاري ويجيها بنا مالا ويجيها بوكا ويجيها بيا أما أب تشتانا تشتاكش وانا دانينيا لا نضع أي شيء من هذا ولا بد من إزالة جميع هذه الأشياء أما جوان تشتا تتشتي دانين قري إنسانك وان تشتا مسلمانك وان تشتا دانينيا